شو الدليل اللي نقول لك اخذنا عينه وحللناها؟ هل هي كافيه هذا الامر؟ عينه ما ناخذوش ندور 58 ولايه، هذه 10 ولايات خذينا عينات، وزيد على ذلك حتى شهاده، يعني شهاده بعض الحرفيين يقول لك يا اخي الكريم السوق يتطلب هكذا، يقول لك الان رانا في منافسه غير شريفه، واللي الاستاذ يعرف كي تنقص العيار تنقص التكلفه. راك فهمني؟ بمعنى استاذ، هذه العينات مين ماخوذها؟ هل هي ماخوذه من عند تجار يعني تجار حقيقيين يعني. اكيد عندي فواتير. لا احنا باش بون با بوليميك، صرا هذا سني كموديل يعني. هذه كما يقول لك عينه لاجل السؤال، هل سجل تجاري موجود؟ بالطبع الان كاين سجل تجاري. شوف يا استاذ، فيها الختم خلينا من الختم. قدرني قلت لك فيها تجار غير شرعيين، ورانا في فوضى وراح لازم نصفيهم. هذه هي ما راني متفاهم معك في هذا المجال. أما اذا شوف كان انا بالنسبه فهنالك يعني الظاهره الشرطه، اذا عنده كاشي يسمى الظاهره. اسمع هناك تزوير في جميع المجالات، ليس في الذهب موش تاجر اخر، ذهب عنده ريجستر بوليس اللي راهو كل دوره، كل عمل لي كونترول اللي راهم العامل تاعهم يديروا دوره في الشهر، عندهم لي رابور تاعهم. اروح لباتنا نعدك لي رابور تاع جميع، عندنا ريجستر بوليس شاك زوما اي شاك موا. في الفاتوره اعتقد موجوده الرقم السجل التجاري في ال كاين اللي يديروا كاين اللي ما يديرش. كاين اللي يديروا ما كاينش. نكمل لك على نكمل لك والله نكمل لك على كاين. قلت لك تجار اللي راهم اليوم غير شرعيين يعملوا. وش كي قال نسبه هذا التجار غير شرعيين؟ شحال نسبه؟ والله نسبه قليله بصح، هما اللي راهم اللي في السوق عندهم اقل سعر، هما اللي راهم في السوق.